السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين. صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح يتجدد بكم ومعكم في كل خميس في 9 صباحا مع أسرة برنامج الأسرة والمجتمع. النهاردة عنوان حلقتنا هي العلم، مش الحلقة هي فوق الأولى، أولى فقراتنا العلم. بالعلم هو سلاح التقدم والرقي لجميع البلدان والشعوب. طبعا زي ما عودناكم وتعودتوا معانا انه انتوا اللي بتختاروا الفقرات وحضراتكم اللي بتشاركونا دايما في اختيار حتى الضيوف وبنتكلم في ايه وعن ايه. النهاردة عندنا فقرتين، فقرة تهنئة والتانية هيكون فيها معانا فقرة طبية. مع بعض التقرير، نشوف التقرير وبعد كده هنرجع نتكلم مع حضراتكم. طيب، العلم طبعا زي ما قلنا العلم هو سلاح التقدم والرقي نحو مستقبل أفضل لجميع البلدان والشعوب. لهذا نتقدم نحن أسرة برنامج الأسرة والمجتمع وجميع العاملين بقناة الصحة والجمال بتهنئة إدارة زفت التعليمية بقيادة الدكتورة جيهان مصطفى صابر مدير عام الإدارة التعليمية بزفت، وإدارة مدرسة صنباط الثانوية اللي أنا بفتخر بأن أنا من واحدة من أبنائها. سنبل المشاركة بمناسبة فوز فريق المدرسة بكأس العباقرة في نسخته 9، ونوجه الشكر والتقدير والمباركة أيضا لجميع أهالي مركز ومدينة زفتة محافظة الغربية بشكل عام على الدعم المعنوي الكبير الذي قدموه للفريق، وأنهم بذلك الدعم شاركوا الفريق الفوز وانتزاع الكأس بجدارة واستحقاق من جميع الفرق المنافسة. دمتم في تفوق ونفع الله بكم مصركم الحبيب. طبعا نطلع فاصل بسيط ان شاء الله ونرجع مع ضيف حلقتنا اللي هينورنا في الاستوديو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم اعزائي في تاني فقرات برنامجنا الاسره والمجتمع، ومشرفنا دكتور عادل الشامي استشاري جراحه العظام والعمود الفقري. اهلا بحضرتك يا دكتور. صباح الخير، صباح الصحه والجمال على اسم صباح القناه. صباح النور يا دكتور، صباح النور. طبعا لما حضرتك الاعداد كلمني وقال لي اتكلم عن خشونه المفاصل، انا شفت اسم البرنامج، اسم البرنامج الأسرة والمجتمع، فقلت ما يتكلمش في الطب. وبعدين لما شفت رجعت نفسي وشفت صورة المريضة الأولانية، الصورة الأولانية لما شفت صورة المريضة دي وإزاي بتتحرك، الصورة الأولانية هنعرض بس لما شفت الصورة دي عندي على اللاب، دي مريضة كنت عاملها وكانت بتعاني من خشونة. المنظر ده المريضة دي تخدم نفسها ازاي؟ تروح حمامها ازاي؟ لازم هتأثر على الأسرة ان حد يخدمها، لازم هتأثر على المجتمع انها عايزة علاج مستمر. متعودين في برنامجنا ان دايما المشاهدين هم اللي بيختاروا التخصص والعنوان والموضوع اللي بنتكلم فيه، فدايما جالنا أسئلة كتير عن خشونة الركبة واقترحوا. طبعا احنا من كتير من الاسئله غلبت ان احنا نستضيف حضرتك ان شاء الله. أوكي. علشان تجاوبنا على الاسئله الكتيره اللي جاتنا ونفيد المشاهدين من خلال خبره حضرتك. طيب ان شاء الله. عظيم. قبل ما نتكلم عن الخشونه لازم نتكلم عن الشيء الطبيعي. ايوه، ايه الشيء الطبيعي عندنا؟ الركبه الطبيعيه. ايوه، الركبه الطبيعيه اللي هي دي، اللي هي الركبه دي، الصوره دي مهديه. خلاص احنا دي مش عايزين نخلي المريض يوصل لكده، احنا لا خلاص دي في الاخر بقى. خلاص انا الكلام ده هنشوف عملنا لها ايه في الاخر. دي الركبه السليمه، ديت الركبه السليمه. الابيض ده العظم. ايوه. والازرق ده الغضروف المبطن للعظم. ممكن نعمل زوم؟ الغضروف المبطن للعظم ده، مش مشكلة، الغضروف المبطن للعظم ده المفروض انه بيتحرك بسلاسة. ايوه. كل المفصل ده
في غشاء بيغلفه، الغشاء ده اسمه الغشاء السينوفي. أيوه. بيفرز مادة لزجة. الناس اللي عندهم فكرة عن الميكانيكا، بيبقى فيه زيت بنحطه في العربية مثلا. تمام. واخد بال حضرتك؟ أيوه. المادة اللزجة ديت عاملة كأنها كده، بيسموها لوبريكانت أو مرطب للمفصل. المادة اللزجة دي في الوجبة الطبيعية هي اللي بتغذي الغضروف. أيوه. وبتخليه يتحرك بسلاسة وبنعومة. دي الركبة الطبيعية. أيوه. طيب ايه بقى حكاية الخشونة بقى؟ نبتدي في الخشونة. الخشونة دي مش مرض. الخشونة بنسميها ايجينج. مش مرض. مش مرض لا. الخشونة هنسبها بايه بقى؟ بمثلا واحد وجه الانسان. وجه الانسان هو عنده 10 سنين زي وجهه هو عنده 50 سنة؟ لا طبعا. بيحصل له ايه؟ بيعجز. ايوه. واخد بال ستك؟ فالخشونة هو تعجيز يعني المفصل سنه بيتقدم. أيوه. طيب هل كل الناس وشها زي بعض في سن الخمسين؟ لا. ولا في حد عنده بيبي فيس مثلا؟ صح. سي؟ ايوه. وواحد تاني عنده بيبقى بيعجز بدري، وواحد تاني كذا، وفي حد ما بيبقاش وصل للخمسين وبيبقى برضه وشه مبين عليه يعني كانه اكبر من سنه، وده مجهود. ما احنا متفقين على كده بقى. ايوه. ان اذا ممكن الخشونه تحصل بدري، ما هو ده الكلام مظبوط 100%. تمام. ده الكلام اللي هنقول عليه دلوقتي. بس في العموم ما فيش واحد وشه بيعجز هو قبل ال20 مثلا. ايوه طبعا. لا. انما بيعجز بقى في عوامل بتخليه يعجز بسرعه. ايوه صح. مثلا الابيوز او استخدام الكريمات والمساحيق التجميل بكثره للسيدات. ده يخلي يعجل. عندنا احنا بقى في العظام ايه بقى؟ الوزن الزايد. ايوه. يعجل بظهوره، يعني الوزن الزايد مش هو السبب الرئيسي بس بيعجل. احد الاسباب. لا، بيعجل بظهور الخشونه. أيوة. هي هتظهر. تمام. بس بدل ما تظهر في ال70 تظهر في ال50. ده الوزن الزايد. ايوه. نمرة 2 العادات السيئة. زي مثلا اللي هو الناس اللي بتقعد سكواتنج على رافصها عشان تعمل شغل، بتعرض الركبة لضغوط كتيرة. الموضوع ده بيعجل بظهور الخشونة. يبقى اذا الخشونه مش مرض، الخشونه ايجنج اللي هو تقدم في سن المفصل. تمام. يبقى اذا الخشونه هتحصل. عايزين نعرف ايه اللي بيألم بقى؟ يعني اللي انا المريض ايه اللي بيوجعه وايه اللي بيجيبه يكشف؟ ان احيانا الخشونه تعمل التهابات. الخشونه بتعمل التهاب في المفصل نتيجه تكسير بعض الخلايا في الغشاء اللي بيغذي الركبه وفي الغضاريف. التكسير ده بيطلع مواد تعمل التهاب. الالتهاب هو اللي بيألم. وعشان كده بقى احنا هنقول بقى ايه درجات الخشونه. وفي الدرجه الخشونه 3 درجات. احنا في البدايه نقول إيه اسبابها اذا سمحت لنا يعني دكتور. ما احنا قلنا الخشونه احنا اسبابها او مسببات الخشونه في البدايه خالص. مسببات الخشونه. الخشونه بتحصل. ايوه. الخشونه بتحصل. ايجنج هي بتحصل. ايوه. يعني مش مفيش سبب لها. مفيش سبب معين ان مفيش سبب معين لها. مفيش عادات سيئه مثلا في الجلوس بتخليها بتعجل بظهورها. ايوه. انما هي هتحصل. واخد بال حضرتك؟ تمام. بتعجل بظهورها. لكن هي كده يعني اوريدي هتحصل. هتحصل. هتحصل هتحصل. هتحصل. ايوه. ولكن بدرجات متفاوته على حسب اللي احنا بنقول عليها اسباب الخشونه بقى. اسباب يعني اسباب الخشونه مش اسباب الخشونه بصراحه هي اسباب تعجيل ظهور الخشونه او اسباب تدهور حاله المريض اثناء الخشونه. تمام. خلاص اوكي. ما فيش يعني
ازاي يتفادى ده، لا ده هنذكره تفادى ده بعدين في في هنقوله بعدين. بعدين، اه احنا تمام الاول اتفضل. عشان نرتب افكارنا. ايوه طيب الخشونه ديت هل كل الخشونه زي التانيه؟ يعني انا عندي اتنين عندهم خشونه، احمد وزينب مثلا، احمد زي زينب؟ لا. لا ممكن يبقوا زي بعض، ممكن يبقوا زي بعض، هيحكمنا ايه؟ شكل الاشعه. ودي بتكون واخد أشعة بالك؟ عادية. اشعه عاديه، ولازم المريض يكون واقف، أي ما ينفعش المريض مستلقي او مادد رجله ونصوره، لازم لازم يبقى يقف على واقف. رجله عشان يدينا صورة واضحة للمفصل في وضع العمل أي مش وضع الراحة. كويس؟ تمام كويس. طيب معلش بقى، احنا سيبنا موضوع اللي هو درجات الخشونة. درجتها الخشونة مش كلها زي بعضها، عندنا أول درجة اللي هي دي، بيبقى جزء بسيط من المفصل تآكل. تاني درجة جزء أكبر من ورا ومن قدام. تالت درجة الجزء ده ودي اللي هو بيبقى ايه؟ معظم الغضروف أو معظم الغضاريف اتأكلت خلاص. وده بيسببه انه المادة اللزجة بتقل ما بين المفصل، ده صحيح ولا؟ المادة اللزجة ممكن يعني تزيد، هو انا بس اقدر نقوله اللي في تعريف بيقل، الخشونة يعني اللي تعريفها. بيقل نرى اقول ستك، اللي بيقل مقدار الماء الموجود داخل الغضروف نفسه. يعني يقول لك البشرة دي نضرة، البشرة ديت مكرم، برضو نفس الفكرة بتاعة الجلد، نفس فكرة الجلد. الوتر كنت الكمية ال مش الميه بتبقى سايبه، لا الميه الداخله أو في رطوبة تركيب، مثلا. الميه الداخله في تركيب الغضروف. أي يعني انا عندي اسفنجه، الاسفنجه دي حطيتها في ميه شربتها، أي الميه فين دلوقتي؟ في داخل الأسفنج. الاسفنجه، أي هي بيبقى عامل زي الاسبونج كده، أي يبقى عامل زي الاسفنج. اذا الميه قلت بيبقى عرضه انه يتاكل، أي وده بيحصل بالسن تقدم بتقدم العمر. العمر. يبقى احنا قلنا درجات الخشونة، وقلنا طبيعة الخشونة هي عبارة عن ايه. خلاص اتفقنا على كده؟ ايوه تمام. ايه بقى تاني بقى؟ اسباب سرعة حدوثها قلنا برضو في وسط ايوه الكلام، ده صحيح. اللي ايه بقى؟ قلنا زيادة الوزن طبعا عامل رئيسي واساسي هو اساسي عندنا. في ظهور الخشونة. ايوه العادات السيئة، زي ان انا اخلي المفصل الركبة في وضع ضغط، يعني مثلا اقعد مربع ساعتين ثلاثة. ايوه خدي بالك ان تغذية المفصل بتيجي بان انا احطه في حركته، مجال حركته، ان المفصل يتحرك فالسائل ينتشر ويرطب، فالوتر المية اللي داخلة الغضروف تبقى معقولة وكمية كويسة. انما انا لما اضغط المفصل كده، عملت ايدي كده، في جزء من الغضروف هيتضغط فترة طويلة إذن فمش الجلوس هيترطب، فيبتدي يبقى عرضة لأنه يتأكل. تمام. يبقى العادات السيئة، من ضمن أيوة. العادات السيئة احنا عندنا في الناس اللي بتكبر شوية ما بيشربوش مية، مهم جدا شرب شرب كمية المية. وافرة من المية، أيوة. مهم جدا ان انا احط المفصل في مجال حركته. بمعنى الحركة الطبيعية العادية اللي هي المشي، مش أجري، لا أمشي أمشي عادي أحسن، أحسن وعلى ذكر وأرخص. العادات السيئة يا دكتور، كتير من الدكاترة لما المريض بيزورهم بيقولوا أو بيمنعوه من الصلاة بشكل طبيعي، لا تفضل قاعد على كرسي وتفضل وتصلي وانت قاعد على كرسي. فكرة سيئة جدا طبعا، بالظبط، عايزة رأي حضرتك. وأنا مش مع كده طبعا، لأن المفصل ممكن في بداية الحركة المريض يتألم. في بداية الحركة يعني إيه بقى؟ المريض أقول له صلي، خدي بالك الخشونة دي من ضمن أعراضها الألم مع بداية الحركة. يعني نمت، صحيت من النوم الصبح، أول خطوتين أبقى متيبس، أمشي أبقى كويس، يبقى العقل بيقول إيه؟ ان انا الحركه بتفيد.
العقل بيقول كده، زي ما بيقولوا كده في الحركة وبركة، ما هي تيبس أثناء الصباح. صح. طيب يبقى أنا لما أحط المفصل في مجال حركته، وخدي بالك العلاج الطبيعي من أهم العلاجات الطبيعية، يعني جلسات العلاج الطبيعي للخشونة، حاجات اسمها استريتش. أنا مركع بعمل استريتش العضلات اللي ورا، واما اجلس بين بين السجدتين بعمل استريتش للايه، للعضلات الاماميه. يبقى اذا ده اهم حاجه. ثانيا الحركه بتحسن الدوره الدمويه، والدوره الدمويه هي اللي بتغذي الغضروف وهكذا. اذا حضرتك مش مع الصلاه جالسا؟ بالعكس، انا مع ان المريض يصلي صلوات خفيفه ويكتر، هيلاقيه بيتألم في، لو اتألم حتى في أول ركعتين في آخر ركعتين هيبقى كويس. طبيعي كويس. ومهم جدا الحركة، الحركة، إن أحط المفصل في مجال حركته. طيب قلنا العادات السيئة، طيب باقي إيه تاني نتكلم فيه؟ باقي إنه عمليات المفصل، هل حضرتك معه ولا ضد؟ احنا نتكلم بقى في العلاج بقى. ايوه، العلاج الاول قبل التدخل الجراحي، صح؟ لا مش حكايه صح بقى، احنا في العلاج في العموم في اي مرض عندنا قاعده مشهوره وتعلمناها من اجدادنا. ايه هي؟ لو شاطره تقوليها. ايوه، الوقايه خير من العلاج. طب ما انت عارفاها. ايوه. يبقى اللي عندنا ايه؟ الوقايه خير من العلاج. خدي بالك بقى، في الخشونه الوقايه موجوده في كل مراحل الخشونة. أيوة. يعني ايه بقى؟ انا عندي ثلاث مراحل للخشونة، عندي او خليناهم اربعة بالطبيعي، ادي طبيعي واحد، طبيعي درجة اولى، درجة تانية، درجة تالتة. انا مش عايز الطبيعي يبقى درجة اولى. صحيح. ومش عايز الدرجة الاولى يبقى درجة تانية. ومش عايز التانية يبقى الوقاية في كل حالات او في كل الدرجات هتدخل مع العلاج بقى. خلاص؟ طيب هي حصلت وخلاص بقت قدرنا. ايوه، بس قبل ما تحصل برضو عايزين نقول درجاتها، لما حضرتك قلت انه اولي وثانوي. الاولي ايه؟ دي انواع الخشونه. انواعها. ايوه، انواع الخشونه. ايوه دي انواعها. ايوه بالظبط، قبل ما نروح للعلاج، علشان واحنا بنذكر العلاج نقول مركزة النقطتين. احنا انواع الخشونه في اولي وثانوي. اولي يعني ايه؟ يعني بيحصل بلا سبب. يعني انا عندي واحد عجز، في سبب لتعجيزه؟ بيفكر كتير ولا حاجه؟ مش ما بنعتبرهاش سبب. ايوه صح، ده بلاش ستك. انما عندنا واحد وشه اتحرق، يبقى برضه جاي جلده اتقصر. نفس الكلام لو مريض اتصاب في الركبه، ايوه ممكن يعمل له خشونه ثانويه. هو ده بلاش ستك. ايوه، لو لعيب كوره بيحصل له اصابات متكرره هيحصل له خشونة ثانوية، مش أولية بقى، قبل غيره وهكذا. يبقى إذا الخشونة الأولية والخشونة الثانوية. ففي العموم دي موضوع، بس هي في الآخر، في الأول والآخر برضه هتكون درجة أولى، درجة تانية، درجة تالتة، ثلاث درجات. اتفقنا؟ إحنا في العموم مش عايزين نوصل المريض للدرجة التالتة. يعني هي الحوادث أو القصور ممكن ان هي تؤدي لخشونه، لو اصابت مفصل بس، لو اصابت العادية مفصل. انما الكسر العادي مش هيعمل خشونه، بيعمل تيبس في الاول، بعد لو المريض جبس ولا شيء ويعمل نسبه تيبس، وبعد كده المريض بالحركه والعلاج الطبيعي بيرجع طبيعي. تمام. انما امتى قد تسبب خشونه؟ لو اصابت مفصل. ايوه تمام، خلاص اتفقنا. طيب العلاج، احنا قلنا الوقايه خير من العلاج، والوقايه مهمه في جميع المراحل. يعني هبقى هدي علاج في الدرجه الاولى ومع ذلك هعمل وقايه برضو. اللي هو ايه بقى؟ اللايف ستايل، اللي هو ان انا اتحرك كويس، امشي كويس، احط المفصل في مجال حركته. ايوه، الوزن يعني يبقى وزن الآخر طبيعي. الوزن طبعا يبقى في حدود الطبيعي. العلاج بيبقى يا اما دوائي، يا اما جراحي. ايوه، يا اما حاجه بينهم الاثنين، اللي هو الحقن. ايوه،
هو هي ده دي شهادتك. نقطة مهمة جدا وجات لنا عليها أسئلة كتير، اللي هي الحقن. ما احنا نقول شهادتك اهو. الدوائي عندنا طول عمرنا زمان كنا بنستخدم حاجات مسكنات ومضادات الالتهاب. أيوة. هو المفروض دلوقتي بقى الاتجاه ان احنا بنقللها لوقت الالم. يعني احنا قلنا الخشونه هي المفصل بقى خشن والخشونه موجوده، أيوة. بس الالم يحصل فتره وبعدين يختفي، وكل مدى في الدرجه الاولى مثلا بيحصل كل 3 اشهر، في الدرجه الثانيه يحصل كل شهر، في الدرجه الثالثه يبقى مستمر. يبقى استاذن انا حضرتك معانا اتصال تليفوني. الو، السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام، معانا السلام ورحمه المهندس الله صلاح من المنصورة. وبركاته. اهلا بحضرتك، اكلم الدكتور لو سمحتي. اتفضل اتفضل. الدكتور، السلام عليكم يا دكتور. الدكتور مع وعليكم السلام حضرتك، ورحمه الله الدكتور وبركاته. مع حضرتك، اتفضل. بعد اذنك يا دكتور، يعني انا من يومين كده انا مريض سكر، عندي 50 سنه، رجلي اليمين من عند الاصابع اللي تحت بيجي فيها كهرباء جامده جدا، يعني فعلا زي ما كنت بتكهرب بجد كهرباء، يعني بتقوم جاي لي مره يعني في خلال ثواني بس عنيفه. يعني حضرتك تنصحني بايه؟ اعمل ايه مثلا ولا اروح فين؟ هو نمرة واحد طبعا الاستشارة الطبية، لأن الكشف مهم. طيب، إنما في العموم، في العموم أي السكر بقاله كام سنة؟ السكر 9 سنين 10 سنين كده. 10 سنين. السكر أي بالوقت كل ما الوقت يقدم في السكر بيعمل حاجة اسمها التهاب في الأعصاب الطرفية، أي فده بيكون التهاب في الأعصاب الطرفية. أوكي؟ تمام. ولكن يفضل استشارة الطبيب، إنما ده التهاب في الأعصاب الطرفية. طيب لو هو التهاب في الأعصاب الطرفية يظهر في الرجلين، ليه ظهر في حتة واحدة وفي عصب واحد؟ بيبقى في عصب ضعيف بقى ويظهر فيه أكتر. فعلا هو ما جاش الا في رجلي اليمين فعلا. ما انت حضرتك اللي بتقول في رجل معينة، في رجلي هو اليمين. بيجي في الاتنين، بيجي في الرجلين الأول وبعدين يظهر في الإيدين كمان. حتى بيسموها بالانجليزي بيسموها الشراب والجوانتي، بيسموها بتيجي في منطقة الشراب ومنطقة الجوانتي. واخد اي بال سيادتك؟ انها خلاص الكلام، يعني انت حضرتك بتاخد علاج دوائي تبقى ممتاز مفيش مشاكل، ايوه. بس استشير الطبيب اللي انت معاه الافضل، او اتصل طيب، بيا وانا اقول لحضرتك العلاج يعني حضرتك يعني الافضل. ما اروحش لدكتور تخصص مثلا مخ واعصاب عظام ولا حاجه تانية غير الدكتور اللي هو العظام ماشي؟ هيفيدك برضه، والمخ والاعصاب هيفيدك، ودكتور امراض السكر بيفيدك، لان ده في امراض بتبقى متشكرين متعدده جدا يا استاذ التخصص. صلاح، متشكرين جدا لحضرتك دكتور. كده الإجابة وافية للأستاذ صلاح. اعتقد طيب نكمل حديثنا واستشير الطبيب اللي إن معاه. شاء الله. يبقى احنا قلنا الوقاية. أيوة، اوكي، في جميع المراحل. في جميع المراحل. طيب نمرة اتنين قلنا يا اما علاج بالفم دوائي، يا اما جراحات، يا اما اللي في الوسط الايه؟ الحق. الحق. العلاج الدوائي مضادات الالتهاب، بقينا دلوقتي بنقللها على قد ما نقدر، وفي ادويه بنديها جديد اللي هو الحمض والسكريات المركبه اللي بتكون الغضاريف، بنسميها مكملات غذائيه. في الدول الغربيه الكلام ده بيتباع في السوبر ماركت وبيتباع، يا بره ممنوع تصرفي شريط علاج الا بريسكريبشن جديد، ريجيتا جديده، ايوه، بتاريخ جديد تاخدي بيها علبه الدواء. ده بيتباع في السوبر ماركت، وبيتباع بره علب 500 قرص، بس هنا مش موجود الكلام ده، الثقافه دي مش عندنا. أي. احنا ده بتتباع علب عاديه بنوصفها احنا عادي. فاحنا دلوقتي مريض الخشونه لما يجي وهوصف له علاج دوائي، بوصف له فتره اسبوع مضاد الالتهاب. فكره ان انا امشي مريض بعلاج مضاد الالتهاب زمان زي زمان كده ما عادتش بقى، حفاظا على الكلى وحفاظا على المعده وحفاظا على صحه الانسان. ده حقيقي. لان طبعا انت عارفه حضرتك شعار الصيدله ايه؟ لا اعرفه من الكاس. حضرتك الكاس
مش في الصيدليه، ايوه الكاس والسم. لا وعليه تعبان، ايوه كل دواء له اثار جانبيه، ده حقيقي. ده شعار الصيدله، كل دواء له اثار جانبيه، فعشان اتجنب الاثار الجانبيه خلاص لازم اقلل الدواء بقدر بنقلل الامكان. مضادات الالتهاب، وبنكتر بقى من الدواء اللي هو ملوش اي اثار جانبيه واللي هو بيغذي الغضاريف، واللي منه بقى عملوا بعض الحقن اللي هي حقن السائل اللزج، ايوه اللي دي هي بتتحقن، تقعد بس ستك. ايوه الحقن ثلاث حاجات، الكورتيزون كان زمان وقللناه مع منع او شبه منع. عيب الكورتيزون ايه؟ ان ربنا خلق لنا الالم عشان ينبهنا لاننا نخف الحمل عن المفصل، فاحنا بننهيه فبندمر المفصل، وعشان كده الحاله بتزيد بالكورتيزون. مش ايوه عيب الكورتيزون، لا عيبه معانا انه اتصال تاني. لغى نعمه ربنا اللي هي الالم بقى. هو ده بس ستك. ايوه نمره 2 السائل اللزج. نمره 3 في حاجات طالعه جديده اللي هو العلاج الحيوي زي البلازما المركزه ايوه وغيرها. اللي هيحقن لازم يبقى كأنه في أوضة عمليات، لازم تعقيم كامل، أيوة. وإلا هضر المريض مش هفيده. أنا بشوف ناس بتحقن في البيت. هناخد نكمل الحقن، ناخد اتصالنا. معنا اتصال. هنا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور معايا لو سمحت. اتفضلي الدكتور معاك. اتفضلي. بص يا دكتور جزاك الله كل خير، انا بحس بطقطقة في ركبتي، ما اجي مثلا اركع او اسجد في الصلاة بالذات الاقي ركبتي بتطقطق، ويعني اذا ما فردتش ركبتي مثلا اثناء القعدة كده احس ان هي ممكن تنقح عليا. ناحية واحدة ولا اتنين؟ ناحية واحدة؟ الاتنين. سنك كام سنة؟ سني 41 سنة. لا انت تعتبر واحد صغيرة. 41 سنة. طيب هو في المبدأ كده مبدئيا لازم الدكتور يشوفك، لازم تعملي أشعة على الركبتين واقف. ما أنا عملت أشعة والدكتور قال لي عندك خشونة بسيطة، وكتب لي على مقويات وكالسيوم يعني. ما انا لازم الدكتور ما دام ماشي مع دكتور هو يشوفك ويقيم، لان الطرقعه في حد ذاتها ممكن ما تكونش مرض. يعني طرقعه في حد ذاتها ممكن، انما بتقولي بقى لازم تفردي رجلك والكلام ده، احيانا بنحتاج نعمل رنين مغناطيسي. متشكرين يا هناء، اتصالك واستفسارك وصل. خلاص نكمل كلامنا. طيب احنا قلنا الحقن. ايوه الحقن الكورتيزون اتمنع دلوقتي لانه ما بيريح المريض، بس بيلغي نعمه ربنا ان احنا نريح مفصلنا. أيوة. فالمريض المفصل بيتدمر مش من الكورتيزون، من انه بيقفل الالم. ايوه بدرجه وحشه يعني، بدرجه مش مطلوبه. اتفقنا؟ نمره 2 السائل اللزج. نمره 3 العلاج الحيوي اللي هو البلازما وما شابه. بس كل ده لازم بالايه؟ معقم. اخر حاجه بقى معانا، قبل اخر حاجه معانا الحاجه دلال من المنيا. اهلا بك يا حاجه دلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا دكتور، انا سني 62 سنه. وركبي الاثنين، ركبه الاثنين يعني ما حسيت بيهم من سنتين كده. من سنتين حسيت ان ركبه من ورا وجعاني، من ورا وجعاني. بس رحت عملت اشعه على رجلي وانا واقفه، رجالي اتنين في ركبي، لقيت الرجل اليمين الغضروف متاكل وهشاشه، ورجلي الشمال لسه ما اتكلش الغضروف وهشاشه بسيطه. بس جه الدكتور كتب لي على علاج اسمه دوروفين، ده قال لي تمشي فيها على طول عمرك. قلت له يعني لغايه كان سن ساعتها، كان عندي سن ساعتها 61 سنه. انا دلوقتي عندي 62 سنه. ماشي على علاج من ساعه ما قال للدكتور الودوروفين كبسول، يقول لك يمنع تاكل الغضاريف. بس الحمد لله قال لي تطلع على السلم ولا كده، يعني المهم ايه اداني شويه نصايح.
انا ماشي وبعمل تمارين، وانا رياضيه يا دكتور يعني كبيره في السن، انا دايما بعمل من زمان تمارين رياضيه. ممتاز. فانا الحمد لله، فانا خايف على يحصل بالكبسول ده يعمل لي حاجه في على الكلى ولا على الكبد. برافو عليك. لو ان فقال تاخديه شهرين وتبطليه شهرين. ما هو ده اللي بنقول عليه بقى، ده نوع من اسمه انواع. كلوروفين. ايوه، ما انا بقول لسيادتك اهو. ده رجلك اخبارها ايه دلوقتي يا حاجه دلال؟ ماشيه كويسه بس هي خايفه من الاثار الجانبيه. هي لا. كويسه. الف سلامه عليك يا حاج. ما انا بقول لسيادتك اهو. ده ماشي مع الكلام اللي بنقوله، ان احنا المسكنات مش بيديها لك، بيديكي متشكرين لاتصال حضرتك. اتفضل. دواء بيديها، دواء بيحسن الغضروف. احنا بندي يا اما بالحقنه، في حقن بتتاخد كل سنه، وحقن بتاخد كل 16، وحقن بتاخد كل شهر. ايوه. يا اما بندي السائل ده مباشر في الركبه، يا اما بندي قراص. انا نفسي احب قراص. هي ماشيه بقى لها سنه، احنا قلنا بره بيصرفوا فين؟ بالكام حبايه؟ 500 بالالف حبايه. اذا هي ماشيه صح كده وممتاز كده، ولو استمرت عليه مدى الحياه مفيش منه اي اثار جانبيه. اتصال ولا تاني. كده ولا غيره. اتفضل معانا اتصال تاني، ام احمد من الغربيه. اتفضلي يا ام احمد. عليك. الو. ايوه السلام عليكم. اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ايوه لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ الدكتور معاك. اتفضلي. الدكتور معاك. اتفضلي. لو انا عايزه اسالك على ايديا توجعني جامد. ايديكي. ايديكي بره الموضوع بس اتفضلي. ايدي بتوجعني ساعه طول، مش عارفه بتنمل. هي فيها، انت بتقولي فيها خشونه، ده من عن من مين اللي قال لك ان فيها خشونه؟ هي بتنمل. لا لا مش انت اللي بتنمل؟ في تنميل جامد وصبعي بيوجعني، وقالوا في شهر. انت كام سنه؟ انا 50. 50 سنه. ايدك اليمين ولا الشمال اللي بتنمل؟ ايوه اللي اليمين. اليمين بالليل اكتر ولا بالنهار؟ لا بالليل اكتر. بالليل اكتر. ده بيسموه مرض ستات البيوت. احنا عندنا ستات البيوت بيغسلوا كتير، فالعصب في ايديهم بيتخنق، فممكن تحتاج عمليه. راجع الطبيب العظام اللي عندك وجايز تحتاج عمليه تسليك حول العصب. شكرا يا محمد. شكرا. طيب أوكي. نرجع بقى للباقي، العلاج الجراحي. اتفضل. العلاج الجراحي متعدد وحسب درجه اصابه المريض. ايوه. في علاج بالمنظار، وكان انتشر جدا، اللي هو بيدخل يشيل دي خشونه، يدخل يشيل الخشونه وينظف المفصل ويغسل المفصل وهكذا. ولو الغضروف الهلالي في مشكلة بيصلحها وهكذا. بس ده التراجع لسوء نتائجه. ايوه. المنظار في الخشونة ما عادش فعال قوي. انت واخد بالك؟ بيستخدم في حدود بسيطة جدا. نمرة اتنين، لو انا عندي في الدرجة الأولى أو الثانية لسه، والجزء الداخلي اللي هو انا عندي المفصل اهو، ده الجزء الداخلي اللي هو ناحيه الرجل الثانيه. ايوه. وده الخارجي. لو الجزء الداخلي خشونه فيه، في الحاله دي بعمل استعدال للمفصل. المفصل الصناعي. لا لسه المفصل الصناعي ما وصلنالوش. احنا بعمل استعدال نوصل للمفصل الصناعي. اتفضل. لسه ما وصلنالوش خالص. بعمل استعدال للعظمه. ان انا بكسر العظمه واعدلها واخد بالك شتك واركب شريحه. تمام. اوكي. في الاخر بقى لو وصلنا للدرجه الثالثه بنضطر نركب المفصل. ايوه. انا عندي الصور اللي عندك، ده مريض في الدرجه الثالثه. لو عرضنا الصور مريضة. احنا بقينا دقيقتين تقريبا. طب نشوف الصور دقيقة. المريضة الدرجة الثالثة. ناخد الصور اللي ورا بعض. طيب اهو بس هناخد بعض العناصر كده. كلمة اخيرة،
كلمة أخيرة كده لحد لما إن شاء الله يعرضوا لنا الصورة، إن الصورة شاء الله التانية. الأستاذ محسن يعرض لنا الصورة. أهم حاجة ده مرض بيحصل بالوقت، إحنا بنعجل بظهوره، أهم حاجة نأخر ظهوره، والوقاية فيه خير من العلاج. ونقلل يعني أول حاجة الوقاية اللي هو المشي وشرب المية. نمرة اتنين نقلل أخذ المسكنات. ونكتر، وممكن ناخد الحاجات الأدوية اللي بتحافظ على الغضاريف. ونكتر من شرب المية. واستشير الطبيب بقى لو المريض فيه حاجة. ظهرت الصور ولا؟ متشكرين متشكرين جدا لحضرتك، هو بس في صعوبة لأن الوقت خلاص انتهى وفات سريعا مع حضرتك. ساعدنا بيك. متشكرين جدا لتشريف حضرتك لينا النهاردة، شكرا. متشكرين على المعلومات القيمة اللي حضرتك ادتهالنا. شكرا شكرا. ونختم في نهاية حلقتنا، بنشكر حضراتكم أعزائي المشاهدين لحسن المتابعة والاستماع، وانتظرونا إن شاء الله الخميس القادم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسرة والمجتمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.